النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت الجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار استكمال الجولة السادسة من برنامج قدوة، وهو برنامج إرشادي أطلقته الجمعية في عام 2018 بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المتحد. وتكمن الفكرة الأساسية للبرنامج في فلسفة الدفع للأمام، حيث يتم إنشاء شراكة توجيهية بين الموجهين والمتدربين، هذا ويتم اختيار مرشدين من ذوي الخبرة في القطاع المالي والمصرفي والحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA لتزويدهم ببرنامج تدريبي يغطي مهارات وتقنيات الإرشاد. وقدم برنامج قدوة منذ انطلاقته أكثر من 70 ساعة من التوجيه وحوالي 20 ساعة من التدريب للموجهين. وفي عام 2021 توسع البرنامج وانطلق إلى خارج المملكة في أوكرانيا، وفي عام 2022 توسع برنامج قدوة في المملكة العربية السعودية. قدوة هو برنامج احنا اطلقناه في عام 2018، وهو برنامج مبني على فلسفة pay it forward. الهدف من البرنامج ان احنا عندنا من ضمن اعضاء الجمعية البحرينية لاخصائي الاستثمار ناس اللي هم عندهم خبرات يعني في مجال العمل، في مجال البنوك والاستثمارات، وكذلك عندنا associations وتعاونات مع مختلف المؤسسات اللي عندهم خبرات نوعية، واحنا حبينا ان نستفيد من هذه الخبرات النوعية ان نوفر يعني ان زي ما يقولون bridging the gap بين هذه الخبرات الى المتدربين والمشاركين في البرنامج. وهو البرنامج احنا اطلقناه بشراكه استراتيجيه مع البنك الاهلي المتحد، والحين بعد عندنا تعاون شامل مع بنك البركه الاسلامي اللي ساعدنا في مختلف انظمه البرنامج. طبعا البنك الاهلي المتحد يقدم العديد من المبادرات في مختلف المجالات في مملكه البحرين، وفي مقدمتها الدعم الى قطاع الشباب والقطاعات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المستدامة، بالأخص في مجال القطاع المصرفي. لله الحمد البنك الأهلي المتحد شريك استراتيجي مع مبادرة قدوة بسبب أهداف البرنامج التي تتوافق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه القطاع المصرفي والشباب في مملكة البحرين. أنا جات مشاركتي كمرشدة في البرنامج وهو على مدى 6 أشهر، والبرنامج مبني على طريقة ممنهجة وعلى فلسفة paid forward لصقل المهارات لدى المتدربين وأيضا تدريب المرشدين، فهو يعني مبني على العلاقات ما بين المرشد والمدرب على مدى فترة 6 أشهر. البرنامج يهدف إلى نقل بعض التجارب الحياتية والعملية اللي مر بها المرشد إلى المتدربين لاختصار المدة العملية اللي ممكن يقضيها في فترة العمل. أعلن بنك الخليج الدولي إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات في 5 يونيو 2024، وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، مشيرا إلى أن الإصدار حظي بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقال البنك الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له إن إجمالي طلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا بارزا في تطوير مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصناعة، فقد أطلقت مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة مبادرة المصانع الذكية، والتي تهدف لقياس مدى جاهزية المصانع في مملكة البحرين لتبني الثورة الصناعية الرابعة عن طريق جمع البيانات وتقييم المصانع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستديو المهندس
عبد العزيز شامي سالم رئيس الصناعات البتروكيماوية والدوائية والغذائية بوزارة الصناعة والتجارة. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز في النشرة الاقتصادية. مرحبا أختي. في البداية أستاذ، يعني مؤخرا أطلقتم مبادرة المصانع الذكية، كيف رأيتم جاهزية المصانع في مملكة البحرين لتبني الثورة الصناعية الرابعة؟ بالبداية أحب أشكركم على تحت هذه الفرصة. لاحظنا مستوى جيد في جاهزية مصانع مملكة البحرين. نعم. وكذلك لاحظنا وجود تباين في الجاهزية، ففي مصانع كبيرة تبنت تقنية الثورة الصناعية الرابعة، وفي بعض المصانع المتوسطة والصغيرة تواجه بعض التحديات مثل عدم وجود تواصل بين الآلات والمعدات، كل آلة تعمل بروحها، وكذلك عدم استخدام الأمثلة للأنظمة مثل أنظمة التشغيل وأنظمة الـ ARB. نعم. ووجود خطوط إنتاج قديمة. إحنا هدفنا من هذه المبادرة أن نتجاوز هذه التحديات وندعم المصانع لتحول الثورة الصناعية الرابعة، بداية بالتقييم المصانع، ثم بدعم تقديم الدعم الفني والمالي للمصانع، والربط مع المؤسسات والشركات التي تقدم الحلول التقنية والفنية والتكنولوجية. طيب أستاذ، بالحديث عن التقييم، يعني ما هي الطريقة التي تتبعونها لتقييم جاهزية هذه المصانع في تبني مثلا التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي في عملياتها التصنيعية؟ يتم تقييم المصانع باستخدام مؤشر سيري، مؤشر جاهزية المصانع الذكية Smart Industry Readiness Index. هذا المؤشر تم اعتماده في مملكة البحرين من خلال إطلاق هذه المبادرة. هذا المؤشر معتمد عالميا من المنتدى الاقتصادي العالمي كمؤشر يستخدم لقياس جاهزية المصانع في ممارسة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. المؤشر يحتوي على 3 لبنات أساسية: العمليات والتكنولوجيا والمؤسسات. ففي العمليات نقيس التكامل الرأسي والأفقي لعمليات المصنع ودورة حياة المنتج، والتكنولوجيا نقيس اللي تفضلتي فيه الأتمتة والتواصل والترابط والذكاء في 3 بيئات مختلفة: أرضية المتجر، المكان اللي يصنع فيه المنتجات، المكاتب مثل الموارد البشرية، الأدمن، واليوتيليتيز. نعم. والمؤسسة تقيس المواهب وتقيس جاهزية الإدارة، وكذلك تقيس استراتيجية المصنع في تبني الثورة الصناعية الرابعة. طبعا المؤشر في 5 يبدأ من 0 إلى 5، 6 5 درجات. 0 تعني يدوي، و5 تعني ذكي. فيبدأ 0 يدوي، 1 يستخدم آلات بسيطة، 2 يستخدم آلات أوتوماتيكية، 3 الآلات مترابطة، 4 الآلات ممكن تتخذ قرار نفسها، 5 الآلات ذكية. كيف تقوم وزارة الصناعة والتجارة بدعم وتشجيع هذه المصانع لتبني هذه الثورة الصناعية الرابعة؟ الآن الحمد لله أكملنا 3 دفعات للمصانع المستهدفة. من خلال هذه الدفعات زرنا 150 مصنع من مختلف القطاعات ومن مختلف الأحجام، نشرح لهم عن المبادرة وعن مؤشر سيري وعن مراحل المبادرة. مراحل المبادرة تبدأ في التقييم الذاتي. المصنع يقيم نفسه باستخدام مؤشر سيري خلال 16 بعد، فيحصل في موقع الوزارة الرسمي دليل يوضح شرح لكل بعد وأمثلة لكل كل درجة من الدرجات من 0 إلى 5. نعم. للأنظمة أو الآلات أو مستوى الآلات المستخدمة. وبعدها طبعا الهدف من التقييم الذاتي أن نجهز المصانع للمرحلة الثانية اللي هي التقييم الفعلي. التقييم الفعلي الحمد لله سعدنا وجود 20 مقيم معتمد بحريني من شركة إنسايد للقيام بهذه المرحلة. تم تدريبهم مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. والمرحلة الثالثة المبادرة هي الدعم المالي من خلال برنامج بزنس جروث المقدم من صندوق العمل تمكين. طيب، هل يوجد مصانع اليوم في مملكة البحرين تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع؟ نعم يوجد في عدد ليس بقليل من المصانع يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي مثل شركة ألبا وشركة ألمنيوم البحرين وجي بي آي سي وشركة مونديليز، ويستخدمون الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين جودة المنتج، وكذلك يستخدمون التقنيات الأخرى مثل الروبوتات والإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات.
وهذا الصدد أمس استلمنا طلب لزيادة طاقة إنتاجية من مصنع يصنع منتجات الورقية، راح يستبدل الآلات القديمة بآلات حديثة مؤتمتة وروبوت ينقل المنتجات من آلة إلى آلة، ويعني هذا التحول راح يساعده في تقليل المصاريف، في زيادة إنتاجيته، في تقليل عدد العمالة الغير ماهرة، في زيادة السلامة. فهذا شيء يدعو للفخر، ونتمنى إن شاء الله مع المستقبل أن نشوف مصانع أكثر تطبق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وإحنا هدفنا لتقييم 300 مصنع، حاليا الحمد لله من خلال البدء كملنا 80 مصنع، وإن شاء الله راح نوصل للهدف قريب العاجل إن شاء الله. المهندس عبد العزيز، شكرا جزيلا على حضورك.